إذن تنظم منظمة بدائل للطفولة والشباب هذه الندوة الوطنية من أجل إثارة الانتباه إلى حجم المعاناة والمأساة التي يعيشها أطفالنا بمخيمات العار ومخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية. هي فرصة من أجل دعوة المجتمع الدولي من أجل تحمل مسؤوليته الكاملة لفك الحصار على هؤلاء الأطفال، وكذلك هي فيها نغتنم فرصة هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان من أجل دعوة المنظمات الحقوقية على المستوى الوطني والدولي، ونذكرها أن حقوق الإنسان لا تراب لها ولا موطن لها، وهي يعني لا تتجزأ فيما بعضها، فلا بد أن نعلن انتصارنا لهذه الحقوق، وكذلك فضح حجم يعني الانتهاكات التي يعرفها أطفالنا داخل هذه المخيمات، وكذلك المعاناة التي يعيشونها أهالي اليوم. وفي نفس الوقت هي فرصة لدعوة هؤلاء الأطفال المغاربة المحتجزون بالمخيمات من أجل معانقة وطنهم الأم، وأن ينعموا كذلك بخيرات وثمرات النمو التي تعرفها ببلادنا، وخاصة بالأقاليم الجنوبية. فحقوق الإنسان هي جزء لا يتجزأ يعني من المنظومة الحقوقية، و نعتبر هذا اليوم فرصة من أجل التأكيد عليها، من أجل مغرب جدير بأطفاله، من أجل عالم جدير بأطفاله. سنعمل خلال هذه الندوة من أجل تشكيل لجنة وائتلاف جمعوي، يعني بإعداد تقرير موضوعاتي في مجال مراقبة إعمال اتفاقية دولية لحقوق الطفل، وفضح حجم الخروقات والانتهاكات التي يعرفها هذا الملف، وهي مساهمة يعني تنسجم مع الرسالة الحقوقية والتربوية التي تحملها هذه الجمعيات. وسيقدم تقرير الموضوعاتي خلال 20 نوفمبر المقبل من سنة 2022، لعله يساهم من أجل لفت انتباه المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من أجل تحمل مسؤوليتها الكاملة.